كانت لي عدة محطات مع عدة رؤساء في النادي الإفريقي. من أول مرة كيفاش؟ والله أول مرة اللي كان لي سبب في دخولنا للنادي الإفريقي هو المرحوم السيد سيف بلامين والمسير القديم اللي توا جينيراسيون هذه نساته اللي هو عطى برشا للنادي الإفريقي سي العربي بن حاج صالح. هما اللي كانوا شجعوني وكانوا وراد انضمامي للعائلة نتاع النادي الإفريقي كمسؤول. خدمت برشا رؤساء، شنو الفرق بيناتهم سي صالح؟ والله كل رئيس تتعلم عنده حاجة. بالحق خدمت مع رؤساء عندهم كل واحد خاصية. تعاملت مع سي شريف الله يرحمه في 4 مانديت، مع سي حمودة، مع سي فريد، مع سي حمادي، سي سعيد ناجي. هذوما كل إنسان عنده خصال وكل إنسان يعلمك حاجة. سي فريد لا ريغور لا ديسيبلين معروف بها. شريف الله يرحمه كما يحلى للناس كل باش يعيطولو يعلمك تحب النادي الإفريقي. سي حمودة باهي أم سهل عليك أن نعطيك اسم وانت تعطيني في حاجة خايبة وحاجة باهي. أوكي. ما نجمش نقول لك الخير. لا لازم لازم هكذا قانون. باهي نبداو مع حمادي بوسبيع أول واحد خدمت معاه. حمادي بوسبيع حاجة باهية شنو؟ سي لي بومون دو كلوب افريكان. حاجة خايبة. يخاف من المسؤولية سي حمادي. فريد عباس. لا ريغور، لا ديسيبلين. الحاجة الخايبة. الحاجة الخايبة الإفراط في الديسيبلين بارفوا. باهي شريف بلامين الله يرحمه. شريف بلامين تلمو يحب الكلوب ما تعرفش انه هو الباهي والخايب فيه. ما تلمو يحب الكلوب لدرجة ما تنجمش نوصفها لك. لا تفهم لا خايب لا باهي. ما تعرف بالحق. أما تتعلم منه وتحب الكلوب. شكون آخر خدمت معاه؟ سليم الرياحي. سليم الرياحي سليم الرياحي الفترة كانت قصيرة وهو بيدو باساج تاعو قصير. سليم جاء في ظرف مربوط بالسياسة عطى للنادي الإفريقي ما لازمش ننكروا هذايا، وكان في فترة ما نحبوا ننكروا رئيس النادي الإفريقي، حاول باش يعمل برشا حاجات للنادي الإفريقي، نجح في حاجات وفشل في برشا حاجات أخرين. في وقت من الأوقات هل صحيح أنه ترجي وقت اللي كنت تخدم أنت في الكلوب حب ياخذ فوزي لذويسي من النادي الإفريقي؟ إي صحيح. كيفاش؟ كانت في فترة رئاسة حمودة بن عمار وقت فوزي الرويسي غادر النادي الفريقي وتلتحق بالاحتراف وكانت له عودة مش عاود يرجع. ترجي حاول الاتصال أو اتصالات مكثفة بلطفي الرويسي وحاولوا يأثروا على لطفي وعلى عائلة الرويسي باش ياخذوا فوزي باش يضموا فوزي للترجي. خاطر الكلوب خذتنا بين معلول. خاطر الكلوب خذتنا بين معلول. وأنت ظهر لي مهندس الصفقة وقتها. صحيح. كيفاش؟ والله هي ما كانتش نبيل معلول يجي يلعب في الكلوب حاجة ما كانتش سهلة بالكل. أول لاعب اللي متراجع يلعب في الكلوب أول لاعب أول حالة هي راهو ما كانتش النية تتجاه لانتداب نبيل معلول بتاتا. كيفاش تمت الأمور؟ تمت الأمور احنا وقت نفركسوا في ليبيرو قلب دفاع التخمام تاعنا مشى أون بونسي مراد العقبي. مراد العقبي كان متواجد في تونس ما يربطوا عقده مع السعودية. تنقل مراد العقبي لتونس كان متواجد في دار نبيل معلول لانه تربطوا به علاقه كبيره. كي جاوا في الليل باش نمشيو نقابلوا سي حموده في داره في منزله جاء نبيل معلول صحبه مراد العقبي. حكينا مع مراد العقبي وفي المرواح واحنا مروحين كان معايا نبيل معلول كنا فرد سياره وجبدنا اطراف وقتها هو بلغ 32 سنه وكان يلعب في بنزرت كمل سيزون. قلت له انت توا ليبر دو توت انجاجمون وعندك ليبرتي دو شوا باش نجم علاش ما تعملش معانا عام الجاي عندنا كيب باهي عندنا مشروع عندنا هكا وهكا. قال لي بوركوا با. عاودنا حكينا بعد نهار عرضت المشكله على سي حموده وخليناها في السكريتو. واول حبيت نشوف الرياكسيون خرجت ارتيكل ظريف في جريده لتو مازالت موجوده مش باسمي اما طلبت من الصحافي اللي هو ابننا باش نسميه ونحييه بالمناسبه جيلاني العيدي في جريده البيان. تحيه ليه. تحيه ليه. كبرت على مقالاته هنا. اي كتب في اخر جريده البيان هل ينضم نبيل معلول الى النادي الافريقي بور فوار لا رياكسيون. لقينا الرياكسيون باهيه ومن غاديكا تمت العمليه. شنو الصراحه نتاعك نتاع طلبت من صحافي باش نجس النبض معناها نتاع الجمهور. وهكا صارت العمليه كامله صارت هكا. وانضمام نبيل معلول اعطى اضافه كبيره
رغم وجود ملاعبيه كبار. ما خفتوش هو ما خافش ما عاش وقت. والله والله وشو نقول لك برشا حاجات الناس ما تعرفش. نبيل نبيل معلول شخصيه كبيره برشا، شخصيه رياضيه كبيره برشا، عنده كاريزما كبيره برشا. نبيل معلول في اول ما دخل النادي الافريقي لقى صعوبات في التاقلم، لكن قبله الجمهور، الجمهور قبله. فما في الفريق في الجروب شكون لك تعرف، فما ريفاليتي وفما بوست، فما ونبيل معلول ملاعب مشهور وانترناسيونال وعمل كارير في شكون ما قبلوش من ملاعبيه؟ والله من غير ما نحرجوا لا فما حتى مشكلات، لا فما 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 شكون قبلوه، لكن باش نعطيك قوة نبيل معلول هو اللي يخليك تقبله بار لا سويت. بعد الجروب الكل وين يحب نبيل والجروب الكل يتعاطف مع نبيل. ما نفهمش عليها الصفقة خاصة مثلا بعد نبيل، كي حتى في بين سبورت شفناه وجمهور الفريق تغش عليه برشا، قال ما تسميش لان لعب في الكلوب وقتها، قال لي هشام الخلصي. اسمع ايش اقول لك، انا وقت اللي كان معانا مثلا فما حكايه صارت نهار نلعب لعبنا الدربي زوز دربيات مباراه كاس ضد ترجي الرياضي، يقولوا لي نبيل معلول افتعل الاصابه باش ما يلعبش، عكس هذا نبيل معلول مصاب واصر باش يلعب، وكنت ضده انا والمدرب جون سيرافان وسي حمود بن عمار وقلنا له لا واصر باش يلعب باش ما يقولش هرب. يعني فما برشا ماك تعرف قبل مش كيما تو فما لي ميديا برشا عطاء اضافه للكلوب، عطاء اضافه عطاء اضافه فاش بالحق ملاعبي بروفيسيونيل ملاعبي. ونعطيك حاجه بسرعه بسرعه، نبيل معلول كان عندنا جون سيرافان ان جراند مسيو، مشينا ستاج في فرنسا، اعطينا كارتي ليبر نهار للملاعبيه، خرجنا معاهم في باريس. جون سيرافان هز نبيل معلول لو سول جوار كي رمني معاه، وين هزوا؟ هزوا الفيدراسيون السياج تاع الفيدراسيون فرونسيز دو فوتبول، خذا له لي بوكا نتاع القيد الاول والثاني والثالث تاع لي زونترنور، قال لي هذا يمشي لانترنور كبير برا سويت. واضح. باهي بصح كمان نحكيو بعد على انتداب معلول كمدرب للنادي الافريقي سهيله في الاخبار.